السيد النائب المحترم، الاعتقال الاحتياطي كما قلت في مناسبات سابقة يمثل مشكلا لجل دول العالم. حجم المعتقلين احتياطيا تتحكم فيه العديد من الأسباب، منها ما هو قانوني ومنها ما هو قضائي ومنها ما هو مجتمعي. السياسة الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلدنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي عبر آلية المناشير، غير أن من بيد القرار وهم السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك وقضاة التحقيق يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه إكراها. الإكراه الأول هو إكراه أمني يتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات. الإكراه الثاني هو حقوقي، إذ أن هناك يعني حرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي ينبغي أن يعمها ويشملها الاعتقال الاحتياطي. أؤكد أنه في المرحلة الحالية وبمقارنة حجم الاعتقال الاحتياطي سنة 2010 حيث كان العدد هو كانت النسبة هي 47% من الساكنة السجنية هم معتقلون احتياطيين، الآن بين 2010 و 2015 وصلنا ل 41%. هذا مجهود يعني كبير جدا، ولكن ما زالت جهود أخرى تنتظرنا، ولذلك نعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية حينما سيصادق عليها، وكذلك مشروع القانون الجنائي حينما سيصادق عليه إن شاء الله، في الحد من حجم الاعتقال الاحتياطي، حيث إنه هناك مجموعة من التدابير من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال إلا بناء على أسباب واردة على سبيل الحصر، مع إلزام النيابة العامة بتعليل قرارها، مع منح المعتقل حق الطعن في قرار اعتقاله، مثلا تقليص عدد تمديدات فترة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهر إلى 8 شهر. شكرا سيد الوزير.